مرفوع الراس شانك عالي يا أغلى الناس مو بس غالي مرفوع الراس يا أغلى الناس قولك مشهود انت المعهود أنا التالي نادر في ثباتك ما إلك ثاني وبديل كل يوم انت عالم من صمود المستحيل يا سمر الجذور النخلة يا صعب المراس طيب في طباعك إلا إنك مو ذليل ما يكثر كلامك والبطولة مو كلام معروف انت صفك بالشدايد في الأمام ظهرك ما تدير وعن مصيرك ما تعود وما بيدك سلاح إلا المحبة والسلام مثلك إنسان ما كان محبوب في كل دين تضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق صباحكم جديد متجدد مشاهدينا الأكارم في هذا الصباح الذي حقيقة يمتلئ دائما بالرضا والسكينة وأجمل ما في هذه الصباحات أنها تبدأ بأنفاس جديدة وبإشراقات جديدة وبأمل جديد وثقة بالله سبحانه وتعالى لا تنقطع فقط دائما لتكن تلك الثقة في نفسك بأن تعزم على أن تتغير وتنشغل بذاتك ولا تنشغل بالآخرين صباح مليء بالطاقة الإيجابية والفقرات المتنوعة التي سوف تشاركوني في تقديمها زميلتي العزيزة ليلى أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله صباح مليء بالطاقة والنشاط والتفاؤل صباح الخير والعافية سوزان صباح الأمل لكل هاي الشغلات الجميلة اللي ذكرتيها إن شاء الله يا رب تكوني بخير وصراحة سعيدة أنا هون وأقدم هذه الحلقة معك صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج صباح كربلاء صباح الخير للأشخاص الأقل التفاتا للوراء للذين يأخذون همومهم على محمل الهزل وأحزانهم على محمل الصدفة الذين لا يرمون إحباطاتهم وسوء حظوظهم على أحد والذين يجعلون الرضا بالقدرة عدتهم ويتخذون من إسعاد غيرهم دربا لسعادتهم إذن نحييكم مجددا مشاهدينا وبهذه الأجواء الجميلة في استوديو صباح كربلاء بداية نشكر قسم الزينة والتشجير في العتبة الحسينية المقدسة على البوكيه الجميل اللي أضافوا لمستهم في برنامج صباح كربلاء وللديكور الخاص بالبرنامج إن شاء الله نبدي وياكم حلقة جديدة مشاهدينا كما عودناكم باستعراض سريع ومبسط لفقرات حلقتنا ابقوا معنا في أولى الفقرات ثقف نفسك الكالسيوم فوائده وأضرار نقصه نتعرف عليه إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم في ثقف نفسك وفي خبر الصباح صرف منحة التلاميذ والطلبة بدءا من العام الدراسي الجديد التفاصيل مع الدكتور حسن هادي الداودي مدير قسم الشؤون المالية في مديرية تربلة وفي فقرة مبدعون فن التطريز من الفنون الرائعة التي يمكن أن نصنع بها لوحات مميزة بألوان وخيوط ناعمة ومختلفة الأصناف دعونا نتعرف على فن التطريز والإبداعات الخاصة به في مبدعون وفي سؤال التفاعل كيف تتعامل مع كبار السن في المجتمع سوف نطالع هذا السؤال ونستقبل تعليقاتكم بالإضافة إلى جولة الزميل ماجد الأسدي إذن كانت مشاهدينا الأكارم هذه هي أبرز الفقرات التي سوف نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم بالإضافة إلى فقرات متنوعة أخرى ولكن خير ما نبدأ به دائما وأبدا مشاهد من حرم الإمام الحسين سلام الله عليه لنستمع إلى الزيارة المخصوصة لهذا اليوم الأربعاء فإلى هناك
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين، فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم، موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن، علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر، محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن، علي بن محمد. أنا مولى لكم، مؤمنون بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين. الدين والدين بالله يبن صرارك، كلهم يدرون ما يكون في يوم تهمل ثار، مرفوع الراس شانك عالي، شانك عالي، يا أغلى الناس مو بس غالي، بس غالي، مرفوع الراس يا أغلى الناس، ذولك مشهود انت المعهود أنا التالي. حياكم الله مجددا مشاهدينا. نوافذ الأمل دائما مفتوحة أمامنا، لكن مع الأسف أحيانا نحن من يلوثها بغبار يأسنا. تفائلوا بالخير تجدوه، هذه هي العبارة التي دائما ما نرددها حينما نريد أن نأخذ طاقة وحيوية ونشاط، وهذا وقتها في هذا الصباح وفي برنامجكم صباح كربلاء. تفائلوا بالخير وكونوا على أهبة الاستعداد لبدء يوم جديد رزقكم الله تعالى إياه، فلننطلق سوية بهذه الهبة التي منحنا الله تعالى إياها والفرصة الجديدة لتصحيح أعمالنا والبدء بإنجاز جديد. Thank you.
الكل يشرق كالشمس بوجه النهار في صباح كربلاء بحثا عن السعادة في مسارات الجمال. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، ومن الوقفات التي سوف نقف عندها لنطالع معلومات ونثقف نفسنا في فقرة ثقف نفسك بمعلومات نحتاج جميعا إلى أنه نتيقن منها ونعرف كيفية التعامل معها. من هذه المعلومات هي مسألة الكالسيوم اللي هو عنصر مهم لجسم الإنسان، نحتاج إلى أنه نعرف معلومات إضافية ودقيقة مع هذا الكم الهائل من المعلومات التي ترد لربما في بعض مواقع التواصل، فتتغير بعض المعلومات وتكون مغلوطة وممكن أنه تسبب أضرار للجسم. خلينا نتعرف على بعض الفوائد المهمة للكالسيوم اللي يعرف حقيقة ليلى مسألة أنه الكالسيوم مربوط بأنه عنصر ما موجود أو ما ينتج الجسم بحد ذاته، إنما نحتاج إلى أنه نزود الجسم به من الخارج عن طريق الأغذية. المربوط دائما حتى بالإعلانات ومنذ أنه كنا صغار أنه الكالسيوم هو مفيد للعظام وموجود بالحليب، فقط أن المعلومتين اللي الكل يعرفهم تقريبا من الصغر حتى الكبار، لكن نحتاج إلى أنه نعرف بعض المعلومات الإضافية من هذه المعلومات اللي بالتأكيد عبر الناس اختصاص وعبر الدراسات عرفنا عليها، اللي هي أنه الكالسيوم مو فقط موجود بفقط الحليب، إنما هناك العديد من الأغذية اللي ممكن تكون موجود بها، اللي منها الفاكهة كذلك المكسرات الكثير من الأغذية. كذلك هو مو فقط مهم للعظام فقط، إنما للجلد للشعر للأعصاب للعضلات، فهذه معلومات لربما تكون غائبة عند البعض. نعم أحسنتي سوزان، كل هذه الإضافات اللي ذكرتيها وش قد مهمة. بنفس الوقت إحنا أحيانا نأخذ فيتامينات ممكن تأثر على الكالسيوم بدون ما نشعر، مثل فيتامين دي 3، لما إنه هواي من الأطباء ينصحون إنه إذا أخذتوا فيتامين دي 3 لازم ترافقوا بالكالسيوم، لأنه كثرة فيتامين دي خصوصا إذا إحنا ما مسوين فحص إنه ما عندنا نقص، ولو هو يعني الأغلبية يمكن هواي يتعرضون إلى نقص في فيتامين دي، لكن إذا ما كان عندنا نقص أو ما فحصنا وأخذنا فيتامين دي لابد أنه نرافق مع الكالسيوم لأنه يفقد الكالسيوم من عظامنا. بالإضافة لأهمية الكالسيوم للأطفال ولنموهم، نعلم أطفالنا أنه على شرب الحليب بدل من أنه بعض العوائل يعني معودة أطفالها على شرب الشاي الصبح مع العائلة ومع الكبار، لا خلي روتين الأطفال يختلف، خلي أنه نحضر لهم قلاص الحليب على حدن وإحنا نشرب الشاي. هسه يمكن نريد يمكن أنه يعني نستمتع بمذاق الشاي، لكن الطفل إذا تعود عليه مشكلة، لأنه صحيح. هو بمرحلة نمو، إحنا يمكن اكتمل عندنا النمو ويعني انتهى الموضوع ولا بأس، بعد صرنا أحرار وعلى ذائقتنا نتناول ما نريد، لكن أكو فد غذاء صحي لابد أنه نحافظ عليه خصوصا لدى أطفالنا. نعم. شوفي انت ربطتي الان بالحديث انه الكالسيوم فقط يعني موجود للصغار او يهم الصغار، هو مهم للصغار باعتبار انه في مرحله بناء، فممكن ياثر تاثير كبير على بنيتهم على العظام، يعني على تكون العظام باعتبار الكالسيوم عنصر مهم ببناء هذه العظام، لكن هذا مو معنى انه احنا ما راح نحتاجه كل مراحل العمر راح نحتاجه، لان ذكرنا المعلومه قبل قليل انه ممكن ياثر على كثافه العظام فممكن يسبب طول يعني بالطول وممكن انه يسبب قصر بالقامه باختلاف هذه الكثافة. ذكرتي أيضا فيتامين دي، البعض يعني يلاحظ هذه المسألة أنه ليش الكالسيوم مرتبط بفيتامين دي. الكالسيوم لما يدخل لجسم الإنسان يكون ثقيل، يحتاج إلى أنه شلون نمثلها للأطفال كأنه عربة تنقل الكالسيوم لمكانه الصحيح، فيتامين دي كأنه نقدر نشبهها بالعربات اللي راح تنقل الكالسيوم لمكانه الصحيح، لأنه إذا ما نقل المكان الصحيح راح يتكدس بأماكن خاطئة ويسبب مشاكل صحية، فنقدر نحصل عليها من العديد من المواد. ولهذا أكثر يعني عن أهل البيت سلام الله عليهم يذكرون خضروا موائدكم، الخضرة أي نوع نبات لونه أخضر مفيد صحيح. جدا مع الكالسيوم حتى يزود الجسم بالعناصر اللي راح تساعد على نقل الكالسيوم لمكانه الصحيح. لطيف جدا أحسنتي سوزان ومعلومات جدا مهمة، إن شاء الله نستطيع قدر الإمكان مشاهدينا أنه نحافظ على توازن في الجسم من خلال الفيتامينات وغيرها، لابد أنه نحافظ على صحتنا حتى نقدر نقوم بنشاطاتنا اليومية ومهامنا اليومية، وبالإضافة إلى اعتنائنا بأطفالنا. إن شاء الله نتمنى الصحة والعافية للجميع.
مشاهدي الأكارم، قبل في الاستعراض قبل قليل طالعنا معلومة مهمة. كل بدا يصير عنده معلومات، الأربع نسمعوا بها أو البعض ما سمع بهذه المعلومة، اللي هي مسألة المنحة اللي راح تكون ممنوحة لبعض الشرائح من التلاميذ المخصصة للبعض وما مشمول بها الكل، ولكن تفاصيل أكثر إنه من هي الفئات التي سوف تشمل بهذه المنحة، وهل سوف تكون هناك خطط مستقبلية لتشمل جميع الطلبة بهذه المنحة. تفاصيل أكثر ودقيقة إن شاء الله نطالعها مع دكتور حسن هادي الداودي، مدير قسم الشؤون المالية في مديرية تربية كربلاء المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم دكتور حسن. حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور حسن. نعم، الآن تحدثنا قبل قليل عن خبر مسألة المنحة اللي راح تمنح للطلبة، تفاصيل أكثر عن الفئات المشمولة بهذه المنحة. نعم، بداية إشارة إلى ما ورد بنص المادة 52 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية 23 اللي ضمنت هاي المادة تصرف منحة مالية شهرية للطلبة والتلاميذ من ذوي الأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وبحسب المبالغ المنصوص عليها قانون منحة التلاميذ وطلبة المدارس الحكومية اللي تم إقرارها المادة رقم 3 لسنة 2014. طبعا القانون ضمن هو منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى ديوان الوقف الشيعي والسني. نعم أحسنتم. طيب بالنسبة لتفاصيل المنحة، يعني ذكرنا أنه مشمولة إلى شرائح معينة، هل يعني هناك دفعات أم أنها هذه الدفعة الأولى وتنتهي يعني المنحة؟ قد تكون هناك مثلا دفعات أخرى لشرائح أخرى من التلاميذ؟ مبدئيا يعني التلاميذ تم تخصيص لهم مبلغ 30,000 شهريا اعتبارا من 1/10 من كل سنة دراسية، والمراحل المتوسطة والإعدادية المبلغ تحدد 50,000، والقضية مو متوقفة يعني مستمرة. نعم أحسنتم، يعني طوال السنة لا أم كل في كل سنة تقصدون مستمرة؟ كل سنة من 1/10 لغاية 30/6، يعني عام دراسي كامل يسلم شهريا 30,000 بالنسبة للتلاميذ المرحلة الابتدائية، 50,000 لمرحلتي المتوسطة والإعدادية. نعم. طيب الآن ذكرت أنه هذه المنحة مخصصة لشريحة معينة من التلاميذ، حقيقة اللي نأمله واللي هو المفترض يكون كخطوة أولى لربما تحدد بشريحة معينة، ولكن المؤمل إلى واللي حقيقة يحتاج أنه كل الطلبة ينشملون بهذه الشريحة، هل هناك بادرة أو مخطط إلى أنه هذه تكون خطوة أولى بعد ذلك ممكن كل الطلبة يكونون ممنوحين أو مشمولين بهذه المنحة؟ نعم، هو أكو دراسة لهذا الموضوع، لأنه تعرفين هذه المنحة يعتبر حجر أساس تم وضعه من قبل وزارة التربية. من 2014 تم تنفيذه بالعام الحالي. بداية شملوا شبكة الحماية الاجتماعية على اعتبار أنهم أقل انخفاض يعني رواتبهم قريب للخط الفقر. بعد مستقبلي أكو دراسة أنه يشملون كل الطلبة، لأنه تعرفين أنه الهدف من هذه المنحة هو بداية حد مظاهرة التصرف، تحسين دخل الأسر اللي تقع ضمن خط الفقر، لذلك نركز على قضية خط الفقر. الحجر الأساس اللي وضع على أساس المنحة هو الفئات اللي مشمولة برواتب شبكة الحماية. نعم. طيب أحسنتم. يعني هل هناك مستقبلا يعني مثل ما ذكرنا أنه شرائح أخرى قد تكون مشمولة بهذه المنحة؟ شهدنا في سنوات سابقة أنه أيضا حتى في التعليم العالي تم صرف منح لطلاب الجامعات، إذا عندكم معلومة عن هذا الموضوع أم سيقتصر الموضوع على المراحل الابتدائية؟ مبدئيا بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. نعم جميل. مبدئيا في الوقت الحالي العام الدراسي المراحل الابتدائي والمتوسط والإعدادي، طيب. على اعتبار احنا تابعين الى وزارة التربية.
نعم. طيب طريقة استلام هذه المنحة للطلاب إذا ما يسأل الأهالي، هل تكون لجان موزعة على المدارس أم يتوجهون للتربية؟ لا، هناك كيف يكون؟ تنسيق يعني بين هناك تنسيق بين وزارتي التربية ووزارة العمل. يعني المبالغ اللي تحددت أنا شرت قبل قليل أنه استنادا للنص المادة 52 من قانون الموازنة الاتحادية، وزارة التربية وجهت إعلامات للمديريات كافة بتزويدهم بالبيانات وأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة. طيب. على أثرها تستلم الوزارة الأعداد، تبدأ تنسق ما بين وزارة التربية، التنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة العمل. الرواتب راح تنزل، يعني تنزلها عن طريق وزارة العمل بطاقات أولياء الأمور. نعم، أحسنتم. إذن أولياء الأمور هم من يستلم هذه المنحة من المدارس الخاصة بطلابهم. نعم نعم نعم، لطيف جدا. يعني تنزل في بطاقات. طيب. أولياء الأمور. طيب، يعني آخر سؤال، هل يرافق هذه المنحة تزويد بقرطاسية، دفاتر أقلام وغيره، أم هذه المنحة هي بديل عن التزويد بالقرطاسية؟ لا مبدئيا فقط هذه المنحة بدون مستلزمات، لأن هي يعني نقدر نقول انه هاي المنحة هي تقريبا تساعد أولياء الأمور. نعم. مثلا في حمل شيء من التكاليف، من شراء الكتب واللوازم المدرسية. طيب. هذا. لطيف جدا، أحسنتم. دكتور حسن هادي داودي، شكرا جزيلا لكم ولانضمامكم معنا عبر الاتصال في برنامج صباح كربلاء. حياكم الله. شكرا للمعلومات اللي أضفتموها، في أمان الله. إذن مشاهدينا، مثل ما تعرفنا، معلومات المنحة الدراسية للمراحل الابتدائية ولشرائح معينة من الطلاب من ذوي الدخل المحدود أو على خط الفقر، ممن تكون رواتبهم غير كافية لربما لسد بعض الاحتياجات لأولادهم. خلينا إن شاء الله نأخذ وقفة قصيرة ونعود معكم فقراتنا، ابقوا معنا. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون يتخوفه، خاف انحرم من شوفتك، عمر المناية تخطفه. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون يتخوفه، خاف انحرم من شوفتك، عمر المناية تخطفه. آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي. عشت على نار انتظارك يا جنة اطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي. من مهجتي شيل السهام، خلي يرجع القلب الحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي. جيت بزمن غيبة إمام، وتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي. ها يا صاحب الزمان، الأمان وين شمسك عن سمائي؟ الأمان هذا آخر كل دعائي. Thank you.
مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ضمن فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وحقيقة ورد قول الله سبحانه وتعالى يقول فيه: والكاظمين الغيظ. بهذه الآية نشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى وتقديره وتلك القيمة التي يضعها للإنسان الذي يكظم غيظه. فنقول: لن ينسى الله ابتلاعك للكلام، لن ينسى عتبا كتمته، ولا قهرا لجمته، ولا ألما بحقك سكت عنه، فاطمئن عوض الله جميل، فاللهم جبرا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء. اللهم ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب، اللهم طمأنينة وثبات لا تعثر ولا سقوط. بالتوكل على الله سبحانه وتعالى دائما نستمر في فقرات حلقتنا لهذا اليوم. ووصل بنا الوقت إلى موجز الأخبار لنتعرف على أهم العناوين الإخبارية. تحية طيبة، هذا موجز لأهم الأخبار. الفقيد سماحة آية الله السيد محمد مهدي الخرسان الموسوي قدس سره والذي وفاه الأجل في الأول من شهر ربيع الأول عن عمر يناهز 98 عاما، يعد علما من أعلام مدينة النجف الأشرف. الفقيد تكللت مسيرته العطرة بالعديد من الإنجازات والمؤلفات العلمية والأدبية والتحقيقية التي بلغت 40 أثرا وعنوانا، والتي أبرزها موسوعة عبد الله بن عباس في 20 مجلدا. العتبة الحسينية المقدسة تشارك في مؤتمر يوم الحسين عليه السلام بنسخته 31 الذي عقد في الهند بمشاركة واسعة من مختلف الأديان والطوائف. المؤتمر شهد مشاركة فاعلة للعتبة الحسينية من خلال وفدها الذي أهدى راية الإمام الحسين عليه السلام إلى المنظمين، وكذلك توزيع الهدايا والتبريكات من المرقد الشريف للوفود والحاضرين. العتبة العسكرية المقدسة تواصل استعداداتها لإحياء مناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إذ وضعت أقسامها المتعددة خطة لاستقبال المعزين في 8 من شهر ربيع الأول، وأعلنت أقسامها الأخرى عن جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان سلامة الزائرين. ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين تشهد إقامة المهرجان السنوي للتمور بمشاركة فلاحية واسعة، وفيما تم عرض أفضل أصناف هذه الثمرة المعروفة بفوائدها الكثيرة. مشاركون طالبوا الجهات المعنية بزيادة أعداد النخيل من أجل تغطية الاحتياج المحلي والتصدير خارج البلاد. مركز الإمامية في مدينة أوفنباخ الألمانية يعقد ندوة ثقافية حول دور الإعلام الزينبي في إيصال صوت الثورة الحسينية للعالم بحضور السيد حيدر الموسوي، وهو من أشهر المحاضرين باللغة الألمانية. الندوة تضمنت عدة فقرات، منها إعطاء فرصة للشباب لطرح استفهامهم واستفساراتهم حول مختلف المواضيع العقائدية والفقهية. كان هذا موجز لأهم الأخبار. هذه عودة مرة أخرى إلى استوديو صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، ووصلنا إلى فقرة مبدعون. في هذه الفقرة يتجدد الإبداع دائما مع الإرادة القوية. هناك الكثير من المهن التي تحتاج إلى مهارات، ممكن تكون هذه المهارات كموهبة، ممكن تكون هذه المهارة مكتسبة من خلال أنه الشخص يشتغل على نفسه حتى يدرب ويكتسب معلومات كثيرة. من هذه الإبداعات ومن المهن اللي تحتاج كلا الأمرين، إلى المهارة والموهبة وإلى حقيقة بعض المهارات
المكتسبة والمعلومات اللي نحتاجها حتى نتقن هذا الفن اللي هو فن التطريز، واحد من المهن المهمة جدا واللي تحتاج إلى معلومات كثيرة وتحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى حب هذا العمل. حقيقة هناك مبدعة في استوديو حلقتنا لهذا اليوم أبدعت في فن التطريز بالإضافة إلى إبداعات أخرى راح نتعرف عليها من خلال مشاركتنا بالحديث مع الست ذكرى يوسف عبد الرضا. نرحب بالست ذكرى وأترك الحديث إن شاء الله لزميلتي ليلى. نعم سوزان، شكرا لك. أهلا ومرحبا ست ذكرى، سعيد جدا بانضمامكم لصباح كربلاء. دا أشوف لوحات كلش حلوة، فن تشكيلي نقدر نعتبره. خلينا نتعرف عليكم، شلون بديتي بالتطريز وشنو أيضا الأمور الأخرى اللي أيضا تجيديها؟ أنا ذكرى يوسف عبد الرضا، طبعا بما أنه أنا تارك الدراسة يعني عمر يعني مبكر، لكن واصلت مع أولادي يعني، فالحمد لله والشكر يعني نقدر نقول ما انقطعت عن الدراسة، ولما أديت رسالتي الحمد لله والشكر ووصلت أولادي وشفتهم كل من يعني بمكانه حسيت أنه أنا خلاص لازم أكمل دراستي. لطيف. فوي بنتي امتحنا أنا وياها سادس، كان بيناتنا يعني شون حماس يعني أنه أنا أشجعها وبنفس الوقت أنا هم أكمل دراستي والحمد لله والشكر اجتازيت السادس وطلعت معدل وأكمل. بالإضافة إلى ذلك أنا أحب الخياطة وما تركتي هواية؟ لا ما تركتها، لأنه أهم شيء أنه الواحد ينظم وقته. أكيد. فالحمد لله إحنا أنا وبناتي يعني تقريبا مبدعين بهذا الشيء، نحب التطريز وهو التطريز فن يعني حلو بالإمكان أن أي واحد يقدر يتعلمه. نعم. واليوم خصوصا بوجود الإنترنت وتقدرين يعني موجود على اليوتيوب. طيب شنو الأنواع اللي تشتغليها؟ أكو بالتطريز مثلاً أنواع معينة أم هو تطريز ستايل واحد وخلص؟ أنا بالبداية إذا أريد أطرز أحتاج فد مواد، هذه المواد منعتها هي أولاً هسه عندنا هذه اللي نسمي إحنا إطار أو قصناع. هذا بأكيد بأنواع، عندنا منه الخشب وعندنا منه هنا أكو عندنا هذا البلاستيك نشتغل عليه وعندنا هنا السيليكون. طيب كمبتدئة شنو تنصحين البنات؟ كمبتدئات إنه هذه هي الأنواع، هذا الخشب أنصح به لأنه حيثبت القماش ينطي ثباتية أكثر. لأنه إيدها بالبداية ما تقدر. شنو اللي تحتاجه بعد غير الإطار حتى تبدأ تشتغل؟ تحتاج القماش. هل بي أنواع؟ نعم بي أنواع. هذا القماش شنو؟ كتان هذا نفضله على مود ممكن أشوفه ينطي جمالية بالتطريز يعني يتحمل غرزة الأبرة. لما نغرز بفراغات يكفي أنه يعني تغرزين تساعد تساعد مو بس هاي الفراغات تساعد للأبرة حتى تساعد أنه هل أنا إذا أريد أطرز أكون رسامة؟ كثير من البنات يقولون أنتوا تطرزون صحيح لكن إحنا ما نقدر يعني نرسم لا مو إلا رسامة. الآيباد موجود شنو أسوي؟ وبرنامج موجود اسمه بينترست، وهذا البرنامج أنا من خلاله أختار الرسمة اللي أريدها، هو حينطيني الباترون طبعا من اخلي الايباد واجيب هذا قماشي. لطيف. بالضبط. واخلي اني الفراغات هاي بيش حتفيدني بالاضاءه مالت الموبايل او الايباد، هي حتظهر لي الصوره. لطيف. راح استخدم هنا قلم مثل الطباعه تصير. بالضبط نفس الطباعه. يجون يقولون زين اني وانا جاي اطبع خطأت، لا هنا عندنا قلم وهذا القلم حراري. يعني شنو حراري؟ اني بالشسوار ممكن اذا خطأت بس اعرضه للحراره يختفي القلم وبهيك اصلح خطأي. طيب. فهذا القلم يساعد. هذا قلم خاص موجود أشوفه. موجود. نعم. قلم حراري هذا يعني نستخدمه بالحرارة يختفي وما يترك أي أثر، وهذا بمنان المساحة. أي بالضبط، بس أنا ما أستخدمه للحرارة للدفتر. للدفتر بالضبط. بس هو يجي نوعين شايفي هذا قبل كنا نستخدمه كأنما مساحة حبر. بالضبط. حبر ومساحة حبر. أكو يجي على الورق وأكو يجي على القماش. هذا هو النوع اللي يستخدم. لطيف. على القماش. أي. فهذا إن شاء الله راوي يعني المشاهدين حتى أنه يعرفون نوع القلم وبنوعية هم بعد هذا القلم الحراري بعد عندي هذا. طيب هذا مساحة من الطرفين، مساحة حبر سوزان تشوفين. نعم واضح. لطيف جدا حتى انه تقدرين تمسحين الخلل اللي يصير على رسمة القماش. نعم. طيب الان خلينا نقول احنا رسمنا وحددنا بهذه الطريقة اللي وصفتيها قبل قليل، الاحظ انه عندك سلة بها انواع مختلفة من الخيوط. بالضبط. خيوط سميكة وخيوط رفيعة. بالضبط. هذه منو اللي يتحكم بها وشون اقدر اعرف انه هنا مثلا هذه النقشة تحتاج الى انه استخدم هذا النوع؟ بالضبط. يعتمد على نوع النقشة اللي انا دا استخدمها ام نوع القماش ايضا يتحكم بالنوع. هنا انا من المواد اللي
نحتاجها، بالاضافه قلنا الاطار والقماش، نجي هنا للخيوط. الخيوط اكيد بيها انواع، وتجي اكو نوع منها الحرير، وتجي اكو من عتها الرفيعه، وتجي هنا اني هسه مثلا عندي هذه نسميها الكوكله، واذا ننصح للمبتدئات يستخدمون هذه لان هي حتكون مبتدئه، وهذه يعني يسوي اذا بالنسبه لان ايش وقت استخدم الخيط الرفيع وايش وقت حسب الرسمه مالتي. اذا اني كان اطاري صغير، هسه شوفوا انا عندي اطارات صغيره، اني هنا أنا ما حاستخدم خيط فخين، لكن اني اذا استخدمت مثلا الاطار الكبير اي اكيد احتاج. وعندنا نوع ثاني من الخيوط اللي هو هذا نسميه الفتله، وهذا بي اكثر من خيط، يعني يجي تقدر هي تقسمه انه ايش قد تحتاج كم خيط من عند هذا يتقسم، يعني هذا يتقسم أي الى خيوط وتنقسم، يعني تفتحين الخيط بالضبط تحكمين يعني بسكم السمك مات الخيط، يعني تقدر تتحكم بالسمك، تقدر تاخذ من عنده فتله واحده او تقدر تاخذ اكثر من فتله وتشتغل به. طيب القماش ما حدثتينا عن النوع الثاني من القماش. النوع الثاني احنا نستخدمه اكو نستخدم هذا اللي يجي على الاوف وايت واكو على البياض الناصع، لكن احنا نفضل هذا لانه للمبتدئات وهو يبقى فتره اطول عمره، لانه الاتربه والشيء يعني يتحمل هذا الشيء، وحتى هي من تشتغل به هذا افضل يعني. طيب هذا شو كنت تستخدمه وليش موجود؟ هم استخدمه مثلا يعني انت تحبين تكون هسه مثلا انا هنا انا مشتغلته تبرز يعني الجماليه مثلا هيك شيء. خلينا نراويها المشاهدين مثل هيك لوحات مطرزه. نعم. هنا استخدمت القماش الثاني هم ينطي جماليه ونفس الشيء، لكن انه مثلا بهذا اللون هنا يتحمل اكثر يعني. هذا حتى للمناسبات يعني انا دا اشوف انه هما التاريخ زواج او هيك الشيء بالضبط هو شيء حلو الأرقام. يعني التطريز تقدرين مثل تهدي صديقتك او البنوته تهديها لامها او هواي كثير احنا نقدر نستخدمها. هذه لوحه عن صاحب الزمان بالضبط. سلام الله عليه. تقدرين حتى ايات قرانيه تكتبيها. طيب ست ذكرى الان تحدثنا عن هذه الاعمال، الاحظ انه كانه تتحدثين عنها بحب وشغف وعندك معلومات كثيرة حول هذا الموضوع. خلينا مثل ما تحدثتي قبل قليل وانت بديتي ذكرتي انه عندك تحديات كثيره، تركتي دراسه فتره صغيره يعني بالعمر، بعد ذلك عندك تحدي اللي هي مساله انه شلون ادخل الى هذا الفن اللي يحتاج الى خبره وكملتي الدراسه. اعتقد هذا العمل يعني التطريز يحتاج الى الكثير من الصبر ويحتاج الى الوقت. ذكرتي مساله التنظيم، خلينا نعطي صوره ونوضح للفتيات اللي الكل ممكن يكون واحد من العوائق اللي خلوها انه ما عندي وقت او ما عندي معلومات. شلون قدرتي يعني خلينا نحكي بصراحه لابد ما واجهتي تحديات، شلون قدرتي تتجاوزين هذه التحديات؟ مساله العمل اللي يحتاج الى وقت والمنزل، وانت ذكرتي انا كملت دراسه وما اعرف يا قسم دخلتي من بعد ما كملتي تربيه انجليزي. موفقين انا احب الانجليزي يعني والحمد لله والشكر، هذا هو حلمي يعني حققته. بالنسبه لتنظيم الوقت انه اكبر خطا اقول انا ما عندي وقت، لا مو صحيح. التوكل على رب العالمين وانظم وقتي انه انا مثلا عندي وقت استراحتي ما اتجاوز عليه بشيء ثاني، لكن وقت العمل عمل. فالحمد لله وشكر قدرت يعني ادرس وما احتاجت حتى لا دورات ولا شيء، مجرد انه احنا بالوقت الحالي متوفر عندنا كل شيء، عندنا الانترنت ونقدر نستخدمه بطريقه ايجابيه، وهو يغنيك عن الدورات والطلعه. فهنا نظمت وقتي انه انا شلون امبيت وادرس، انا ما طلعت برا البيت يعني واخذت من وقتي انه مثل دورات وشيء، بداخل البيت ودرست والحمد لله شكر بوقت قصير وطلعت معدل وكملت، وبالاضافه ما تركت الاعمال اليدويه. وهاي النقطه انه ما تركتي الاعمال اليدويه وهوايتك. ما تركتها. خلينا نتعرف على المزيد. طبعا هنا اكو بعض الاشياء ذكرناها بالابره العاديه، هسه مثلا هذه المطرزات بالابره العاديه اللي هي مال التطريز مالت الخياطه موجوده هنا نقدر نشوفها. بالضبط هاي ابرتنا هي العاديه. هذه الابره هي هاي سميكه. السميكه هي نستخدمها على مود هي يعني تسوي لنا الشغل حتى الخيط يدخل بيها. وحتى ما يواجهون البنوتات صعوبه عندنا هنا فد شيء اسمه نظامه ندخلها بداخل هذه فتحه الابره تساعدنا. بالضبط اي يعني كل الوسائل هي موجوده تساعد وتشجع انه ننجز هالعمل. بالضبط هاي الطريقه وتدخلين الخيط. بالضبط اي بالتالي هيك تسحبين الخيط من الابره. اي بالضبط. عندنا نوع ثاني نقدر نستخدمه وهو هم ينطينا يعني شيء سريع وهذا اسمه هو قلم النفاش. ممكن اني اربطه بهاي الطريقه يعني همين هم للضامه. شلون تطلع النتيجه هذا؟ هذا نتيجته هو هذا شغله. لطيف. انا هنا قلم خاص ما تطريز.
هو نفس الحالة اللي نبصم البصمة نفس الشيء مع الآيباد وشي ونكملها ونبدأ نشتغل بهذا القلم. لطيف. كثير من البنات هم يسألون لما مثلا نبدأ نعلمهم شلون نشتغل بها، سهل كلش سهل وطريقته سهلة يعني ما يحتاج شيء، حتى ممكن احنا نسويها ميدالية نشيل الإطار من عدها، لأنه احنا هنا الإطار مرات نستخدمه لوحة، مرات نستخدمه مجرد تثبيت، يعني أنا ثبتت عليها فقط القماش أشلحها وأسويها ميدالية. نعم. صار عندي فضول أعرف طريقة القلم، ممكن خلال يعني إحدى اللوحات تستخدمينها في شيء بسيط؟ مجهزة واحدة هسه هذه مثلا هنا بلشنا رسمنا مثلا. خلينا نستخدم هذا القلم لأنه شكله غريب واستخدامه ما متعودين عليه. بمجرد أني هذه أبدي وأباوع للنيد مالتها يعني هذه الحافة هي المدببة وأبدي. عفوا قبل لا تبدون شلون تلضمين أصلا الخيط؟ هنا هي إلها لضامة. أنا حأدخلها من هذه الجهة مثل ما قلنا هاي اللظامة صغيرة لكن هذيك اللظامة تجي طويلة يعني اي فأدخلها من هذه الفتحة مالت الأبرة وتطلع منها اللظامة فأشك الخيط بيها وأسحبها، مجرد أسحب اللظامة ينسحب وياي الخيط. لطيف. يعني هو أصلا بيه بالضبط بيه هي تجي وياه ويجي تدرجات أرقام بي هذا القلم مثلا أنا هذا النيد اللي شقد أريد أن على يا رقم مثلا 2 6 8 حسب أنا الغرزة. شو يفرق هذا الغرزة؟ الغرزة تكون أكبر أو تكون أصغر، يعني تصير منفوشة أكثر أو منفوشة أكثر. فمثل إحنا هذه مثل استخدمناها بيا نيدل، طبعا هذا النيدل بي أنواع ثلاثة يجي صغير ووسط وهذا أكبر. هذا أي رقم؟ هسه هذا هنا إحنا استخدمناه بأكبر شيء هذا النيدل، والرقم مثل خلينا نجربه. خلينا نجربه هسه موجودة. سهل جدا، كلش سهل والبنوتات يحبونه لأنه سريع. لكن الفكرة وين هي؟ أنت هسه حتشتغلين منه لكن الشغل حيطلع لك من نار زين هذه، وتكملين على هاي الطريقة تبدين تكملين، بس طبعا غرزتك تكون لازم متوازنة، ما تبتعدين مسافة أكثر، لازم يعني تكون أنت إيدك ثابتة لما تشتغلين. بعد حتتكون عندك الغرز. هسه هنا احنا هاي الغرزة كبيرة سويناها زين، لكن إذا نريد نصغرها أصغر وبالنتيجة تعطينا هذه. يعني أنا هذا جهة الخلف يعني ما أخذ بإيدي يعني بشكل عميق بحيث الغرزة تبين هيك كبيرة، بالضبط أخليها شوية أصغر أضبطها وبالنتيجة تنطيني هذا الشغل. وأقدر طيب يعني ذكرى المعروف دائما عندنا معلومة قديمة بأنه قديما كانوا الفتيات يستخدمون مسألة التطريز، يقال بأنه التطريز يعلم الفتاة الهدوء وضبط النفس. فعلا بعد تجربتكم لما تكونين في داخل يعني كل الأعمال لما ننجزها نحس بضغط، ما عدا التطريز يقال انه بالعكس تماما، فعلا حسيت بهذا الاحساس فعلا لانه تفرغين الطاقه السلبيه. انت حتى اذا كنت متوتره او عندك فتشي مشغوله به ممكن انت ها هنا لما تطرزين التركيز يشتت السلبيه اللي عندك فتختفي السلبيه. ليش تختفي؟ لان انت من حتخلصين حتلقين نفسك انجزتي فتشي. على عكس انا اعلم بناتي وكل البنات اقول لهم على عكس الموبايل، انت اذا استخدمتي ساعه طويله بدون فائده ما حتنجزين شيء، لكن انت بالتطريز تفرغين الطاقه السلبيه وتنجزين فتشي حلو يعني. طيب. تستفادين من اعتقد هذه اللظامه هي اللي القلم. نستخدمها للقلم بالضبط. هنا هو القلم طبعا اللي هي تدخل بهاي الطريقه بالضبط منا ندخل. طيب خلينا نعرف معلومات عن اسعارهم ومنين يقدرون يشترونهم اذا صار عندهم الان فضول حول هذا الموضوع. متوفره هي بالخرازيات اللي هي اسعارها ايش قد تقريبا؟ اسعارها ما مكلفة بصراحة يعني تكون أسعارها بسيطة وبإمكان أي بنوتة يعني تقدر تروح تجهز الشغلات ما تكلفها يعني ذاك الشيء. موجود الأشخاص يعني عند المحلات الخرازية. الخرازية كل شيء متوفر يعني وبالأسعار مناسبة وتقدر تبدي بشيء كلش بسيط وتنجز رأسا يعني بعمل ما تحتاج حتى وقت. والشون تتعلم تقول شون تعلم؟ اليوتيوب موجود وببرامج كلش هواي اليوتيوب تعرض وفيديوهات تعلمها. طبعا إحنا عندنا بالتطريز عندنا أنواع الغرز أيضا يعني أنا مو أشتغل نوع واحد. الغرز هي عديدة كلش ما نقدر نحصيها لكن نحصي 3 غرز هي أساسية وأكثر استخدام. هي غرزة التحديد بالبداية ناخذها شنو أحدد بها؟ مثلا أنا هسا عندي هنا هسا هذه ماكينة الخياطة أنا طرزتها حاشتغلها بغرزة التحديد. شنو غرزة التحديد؟ شلون خياطة أمهاتنا العادية اللي خيطوها بإيدهم هنا أيضا استخدمتها بالأرقام. هذا تقويم تقريبا التقويم هذا سويته هذا بغرزة التحديد يعني. فأنا هنا الماكينة أقدر أستخدمها فقط بغرزة التحديد بالضبط. تجي غرزة التحديد
التحديد نفس غرزة الخياطة اللي نعم. بإيدنا نخيطها نسميها غرزة التحديد. أقدر أحدد فيها غصن الشجرة. إيش قد إنه كل عمل إيش قد يأخذ وقت منك؟ حسب أنتي إيش قد تشتغلين. إيش قد بيشغل؟ إيه مثلاً أنا ممكن أنجزها بيوم واحد إذا مستعجلة عليها ويعني وإذا لا ممكن أخليها 3 أيام 4 بس أنا أقدر بيوم واحد أنجزها يعني عادي. ما تحتاج. المبتدئ إيش قد ممكن تكمل؟ يعني إذا مثل كانت بسيطة ممكن يعني يومين تنجزها. ما تتأخر بيها يعني. طيب. فتشي بسيط. طيب أمهاتنا قبل كانوا يطرزون على وجوه المخاد على الشفية فعلاً فعلاً. على الملابس فعلاً. شلون أنه بهاي الطريقة أنه أنا أكبس الوجه المخدة؟ هو سابقاً مثل ما ذكرتي أمهاتنا كانوا يستخدمون هذا الإطار. أيه؟ كانوا المن يستخدموا حتى يثبتون القماش حتى ما تتعقد التطريزة ومن يخلصون يميلوا يعني كان عندهم إطار واحد يستخدموا الكل الشراكب. لكن هسه بالتطور وشي صارت نستخدم الإطار هو يصير كلوحة من نخلص يعني نربطها يعني هو بالضبط يعني أنا أسأل هذا الإطار يصير مثلاً أتخلص منه وأعلق أجومها بالضبط أنا هسه هذه هنا اشتغلتها هذا خلص خلصت أنا أعلقها يعني أي لكن إذا أريد شرشف مثل أزين الشراشف مثل مالت المخاديد أو أي شيء عندي حتى مرات بغرفة الخطار أقدر أخليها على يمكن البيت مليان أكيد لأن إحنا نحب يعني هذا الشيء. طيب بس ذكرى الآن ذكرتي إنه هذه الأعمال أنت مباشرة بها من وقت قصير حسب خبرتكم والفتيات اللي ممكن أنت علمتيهم حول هذا الموضوع ذكرتي أنا أعلم فتيات ما أعرف هذا الموضوع إذا أنت كنت مسؤولة عن ورشة أو فقط اللي يحبون انه انت تعلمين انا نطيت يعني بالتدريب النسوي نطيت للبنوتات بس ما شاء الله كان الوقت قصير اللي نطيتهم به بس ما شاء الله بصراحه من يتعلم اكثر الفتيات يعني عمر صغير ام اذا كان السيده كبيره ممكن تكون والله هي كل الاعمار حبتها بصراحه لانه انا نطيتها كان عندي يعني اعمار صغيره واعمار كبيره بس انا ما شاء الله تفاجأت بهم انه ابدعوا بي ليش لان حبوا انه ايش قد يصرفون وقت بس ما يحصلون نتيجه لكن لما انطرزوا شوفوا قاموا يشوفوني اعمالهم بصراحه هذا الشيء فرحني طيب. يعني ست ذكرى ان شاء الله المستقبل انا مفكره انه تفتحون في الدورات او في معهد معين يخص عملكم ايه بالتطريز تقريبا اي هيك يعني انا قلت لك انا خياطه ايضا يعني خياطه والحياكه ايضا احنا هم مبدعين بها يعني ان شاء الله دائما من ابداع الى ابداع وتحققون كل طموحاتكم واحلامكم تسلمي. شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزه ذكرى بتواجدك معنا برنامج صباح كربلاء وان شاء الله بالتوفيق لكل هاي الاعمال الحلوه تسلمين حبيبتي شكرا لكم الله يوفقكم الله يوفقكم ان شاء الله وشكرا لكم ولقناتكم اذا مشاهدينا اكيد الحديث لك سوزان للانتقال بفاصل قصير بالتاكيد بعد هذا الابداع هو التجدد والامل والاراده اللي ابرزناها بشخصيه ذكرى اللي تحدت الكثير من الصعوبات فنجحت داخل المنزل وهي داخل المنزل ايضا كملت دراستها اذا الابداع دائما يقال بانه ليس لديه حدود ولا يمكن ان يحد بظرف معين عندما تتوفر الاراده تتحقق حقيقه جميع الامنيات والاحلام فاصل قصير يفصلنا عن بقيه فقرات حلقتنا لهذا اليوم حياكم الله مجددا مشاهدينا وبكل هذه المناظر الخلابة التي لربما تغير علينا الأجواء الصباحية أكيد لنا حديث عن الأزهار وجمال الأزهار والورود بألوانها المختلفة بعطرها الجميل وخلينا نربطها أيضا بالمياه جميلة وانعكاس الضوء عليها يمكن من أجمل المناظر الصباحية خاصة لما نصبح بهيجي مكان شن رايش سوزان تحبين هيك تقعدين الصبح وتلقين هيك الماي
والازهار والورد. حتى تنطيش طاقه مجرد انه تعيشين مثل هيك اجواء، واعتقد بدا الجو بدا يتحسن. نعم. نشاهد بدات الازهار تظهر بهذه الفتره، وبدينا نقتني كثير من باقات الورود اللي تحتاج الى في بعض الاحيان الى لمسات حتى ننسقها بشكل لطيف وجميل. نعم. لاحظ باقه الزهور اللي زينت الاستوديو في قبل قليل، لاحظنا فعلا تغير الجو. لاحظناها انه تنسيق الزهور بعض الاحيان يحتاج الى مهاره طبعا، ومثل ما يقال فعلا. نعم. تنسيق انه شلون تقدرين تخلين الورده بلونها حسب لونها حسب حجمها. صح. ممكن انه تضيف شكل بالمكان اللي راح تحل به. نعم. بالتنسيق بالاضافه، هي الورده اصلا جميله، بتنسيقها بشكل لطيف ممكن راح يضيف جماليه كبيره. فنحتاج الى. نعم. انه نعرف بعض المعلومات. ما اعرف اذا عندك معلومات عن تنسيق الزهور والورود. المراه دائما عندها تنسيقات مختلفه. يعني صراحه اني على الذائق على النظر اشوف الورده هنا تصيرها مخليها رهمت ما رهمت اشيلها، يعني هيك بس يعني كخلفيه ودراسه وكذا. لا ما بس اكيد هو الشخص عنده ذائقه. يعني سبحان الله، يعني هناك بعض الاشخاص عندهم شيء فطري، هو يعرف شلون ينسق الالوان ويجيبها بطريقه مضبوطه، وبالاضافه الى انه اذا درس تزيين وديكور. لا يعني طيب اللي ما عنده هذه الخبره والمهاره والموهبه خلينا نتعرف على معلومات حتى نساعدهم بمساله التنسيق ان شاء الله. اذا سوزان ومشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل الى فقره لمس الزهور ونشوف تنسيق الورود كيف يكون وباقاته بطريقه جميله. ابقوا معنا. صباح الخير، اليوم حلقتنا راح نسوي بيها مسكة، يعني تصير حفلات العرس أو التخرج، وراح نستخدم هذا اللون الورد، وردي وأبيض. راح نضيف ويا لمونيا أو جبسوفيل يعني حسب الطلب. راح نستخدم هذا الحبل، وراح نبلش هسه بأول شي راح نضيف الوردات. أول بداية لازم تكون الوردات بهذا الشكل، يعني اثنين بدايتنا نربطهم شريط لاصق حتى تثبت يعني عندنا المسكة. ثبتنا أول اثنين، راح نضيف الثالثة وهكذا نكمل بهذا الديزاين. حاليا صارت نص دائرة فراح نكمل عليها يعني لحد ما تصير دائرة كاملة. مرات الليمونيا ينضاف من الوسط، ومرات يعني يكون خارج الورد، يعني يكون حاضن للورد، ومرات من الوسط يعني حسب طلب الزبون. فأني أفضل الليمونيا أو الجبسوفيل للمسك يكون داير مداير. صاروا بهذا الشكل مدور، وهسه راح نضيف الليمونيا او الجبسوفيل يعني حسب الطلب. الليمونيا نسوي بهذا الطريقة، نكملهم يعني كلياتهم نسوي هيج ونوبا نضيفهم على الورد. وهسه بعد ما كملنا الربطات مال الليمونيا فراح نضيفهم على الورد بهذا الديزاين، صيرني بهذا الشكل. استخدمت شوية اللون البنفسجي حتى يعطي لون أطوخ للورد، لأن الورد لونه يعني فاتح وردي، فحبيت أضيف لون بنفسجي. مبدئيا كملنا المسكة، وهسه راح ناخذ فقرة نلف لها الحبل عليها، أو مرات يعني نضيف لها شريط أو حبل يعني حسب الطلب، بس يفضل دائما للمسكة حبل. بالبداية يعني احنا دائما لازم نعلي الحبل أكثر يعني حتى المسكة تطلع بشكل أرتب. وعلى الشريط نفسه راح نضيف شوية شمع حتى يثبت الحبل عندنا. سناخذ الكفاية من الحبل والباقي نقصه.
هسه راح نبدي نلف. دائما من نلف حاولوا صادوهم لي فوق حتى تطلع الشكل ارتب. سنبدي ننزل بهاي الطريقة. هسه لهنا وصلنا خلصنا الحبل. هسه راح ناخذ هم شمع ونضيفه شوية حتى يثبت الحبل. نضيف الشمع على الحبل بهذا. حياكم الله مجددا مشاهدينا، شكرا لهذه اللمسة اللي صراحة تحتوي على ذوق جميل، اللون الزهري مع البنفسجي الغامق مع خيوط الخيش، كلش أضافت لمسة جميلة وخصصت يعني هذا الأمر للحفلات التخرج. فعلا هواي من حفلات التخرج يحتاج لها أنه نغير أجواءها بنوع من الورود، لأنه هي فرحة فبالتأكيد لازم أنه نحتفل بالورود والزينة. خلينا إن شاء الله ننتقل إلى نشرة الطقس، ومعانا زميلنا مصطفى. صباح الخير والعافية مصطفى. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير والعافية ليلى وسوزان ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. اهلا ومرحبا بكم زميلتنا ليلى. قبل قليل نوهت عن مساله الزهور وجمال الزهور وحفلات التخرج. بالتاكيد كل النشاطات تحتاج الى درجات حراره معتدله حتى واحد يقدر يشعر بالفرحه وما تنغص عليه درجات الحراره المرتفعه ممكن فرحته والضايقه في بعض الاحيان. ما اعرف اذا هناك معلومات انه اكو انخفاض بدرجات الحراره اللي بدينا نلتمس في بعض الاوقات هناك انخفاض. فعلا يعني انخفاض واضح في درجات الحراره في الايام الماضيه وايضا الايام القادمه، لكن وحتى ممكن هنالك يعني توقعات بتساقط للامطار في اماكن متفرقه يوم الاسبوع المقبل ان شاء الله، لكن يصحب هذا التساقط يعني ارتفاع يكون طفيف في درجات الحراره في الايام القليله المقبله، لكن تعود بالانخفاض. فيما يخص يعني موضوع الزهور، طبعا شكرا جزيلا لتناولكم مثل هكذا مواضيع يعني لا سيما في ساعات الصباح، باعتبار مثل هكذا مواضيع يعني تدخل الفرح والسرور على قلوب جميع المشاهدين، باعتبار الورود هي رسالة مهمة ورسالة حب وسلام لجميع البشر. نعم أحسنت مصطفى. إذن خلينا نشوف درجات الحرارة معك والجو لك. شكرا جزيلا زميلاتي. تفاصيل أوفى عن حالة الطقس في العاصمة الحبيبة بغداد وباقي المحافظات العراقية، لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد اهلا بكم سادتي الاكارم، واسعد الله صباحكم بكل خير مع نشره الانوال الجويه التي تاتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. البدايه كالعاده نبداها بتصريح رسمي من قبل هيئه الانوال الجويه والرصد الزلزالي في وزاره النقل العراقيه عن حاله الطقس في البلاد لليوم الاربعاء 20 من ايلول. نبدا كالعاده من المنطقه الوسطى، الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم ليلا في اقسامها الغربيه، اما فيما يخص درجات الحراره ستكون مقاربه لليوم السابق، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعات هباتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية سادتي الأكارم، الطقس سيكون صحوا ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعات هباتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، أما فيما يخص مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أما أخيرا المنطقة الجنوبية، الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم مساء ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعاتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أيضا متوقع أن
يكون هنالك امطار متطرف يعني متفرقه تنتظر العراق ومستويات اعلى من المعدل في الوسط والجنوب. ايضا هذا ما يكتبه الراصد الجوي واثق السلامي، حيث ان مخرجات نموذج الطقس الاوروبي تشير الى هنالك امطار خلال شهر اكتوبر المقبل ان شاء الله تعالى. ايضا يؤكد السلامي ان النموذج يتوقع بدايات مطريه مرتفعه في المناطق الوسطى نزولا نحو مناطق الجنوب. ايضا هنالك تحديثات بشبه ثابته لموسم مميز وامطار اعلى من المعدل في الجنوب والفرات الاوسط وايضا بقيه المناطق. هذا الخبر سادتي المشاهدين اثار انتباهنا، اما درجات الحراره المتوقعه في بغداد وباقي المحافظات العراقيه فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، 22 درجة مئوية الصغرى لهذا اليوم، والعظمى سترتفع 20 درجة مئوية لتسجل 42، والأجواء مشمسة وصافية في بغداد. كذلك في البصرة أجواء صافية، 29 درجة مئوية الصغرى سجلت لهذا اليوم، أما العظمى سترتفع لتسجل تماما 45 درجة بحسب المختصين في الأنواع الجوية. شمالا حيث أربيل كما تلاحظون درجات الحرارة الصغرى 34 والعظمى سترتفع لتسجل 37 درجة والأجواء هنالك مشمسة وصافية. في كربلاء المقدسة هنالك أو هنا 26 درجة مئوية سجلت لهذا اليوم والعظمى 43 والأجواء مشمسة في كربلاء. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذي قار تحديدا 28 درجة مئوية تماما الصغرى لهذا اليوم، أما العظمى سترتفع لتسجل 44 والأجواء مشمسة هنالك. أيضا في السليمانية 32 درجة تماما الصغرى لهذا اليوم، أما العظمى سترتفع لتسجل حاجز 37 درجة والأجواء هنالك مشمسة وصافية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا كما تلاحظون درجات الحرارة 24 صغرى 42 عظمى والطقس مشمس هنالك. أيضا نذهب إلى ميسان جنوبا 25 درجة بحسب المختصين في الأنواع الجوية سجلت الصغرى لهذا اليوم وسترتفع ذروة العظمى لتسجل 44 والأجواء صافية أيضا ومشمسة. في كركوك كذلك أجواء مشمسة، درجات الحرارة الصغرى ما بين 34 صغرى، عظمى سترتفع لتسجل 37 درجة مئوية. أما في غرب العراق في الأنبار تحديدا 25 تماما الصغرى لهذا اليوم، أما العظمى سترتفع لتسجل 41 والطقس مشمس وصافي. أيضا بالعودة إلى الفرات الأوسط في النجف الأشرف تحديدا 27 تماما الصغرى لهذا اليوم والعظمى سترتفع لتسجل ذروتها 43 والأجواء أيضا مشمسة وصافية كباقي المحافظات. أما في الديوانية سجلت درجات الحرارة الصغرى 27 والعظمى 42 والطقس مشمس أيضا. أما في الموصل 20 درجة تماما الصغرى، العظمى سترتفع لتسجل 39 والطقس مشمس أيضا. إلى محافظة ديالى سادتي المشاهدين 22 تماما الصغرى لهذا اليوم، سترتفع العظمى لتسجل 42 درجة مئوية والأجواء مشمسة أيضا. أما في واسط سادتي المشاهدين 23 درجة تماما الصغرى، العظمى سترتفع لتسجل 42 والأجواء أيضا مشمسة. إلى محافظة صلاح الدين أيضا في صلاح الدين العظمى ستصل بإذن الله تعالى إلى 41 درجة، الصغرى 25 والطقس مشمس وأيضا صافي. إلى كركوك 27 تماما هذا اليوم سجلت الحرارة والعظمى سترتفع لتسجل 39 بحسب المختصين والطقس مشمس أخيرا في المثنى، ما بين 31 صغرى وعظمى 44 والطقس مشمس. سادتي المشاهدين إلى هنا سادتي المشاهدين وصلنا إلى ختام نشرة أخبار الطقس، إن شاء الله ملتقانا في الأسبوع المقبل عند 10 صباحا. هذه عودة للزميلات لتكملة باقي الفقرات. إلى الملتقى.
مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، ووصلنا إلى فقرة التواصل بيننا وبينكم اللي هو سؤال التفاعل. حقيقة يقال بأنه في هذه الحياة أو الحياة لا تعطينا كل الأشياء التي نحبها، ولكن من يحبوننا بصدق هم من يعطوننا كل الحياة. أهم الشخصيات اللي بحياتنا اللي ممكن فعلا تحبنا بصدق هم كبار السن، باعتبار خبروا هذه الحياة وعرفوا تجارب كثيرة وممكن يعطونا النصيحة والمعلومة اللي تفيدنا في حياتنا. ما علينا إلا أنه نحترمهم ونقدر هذه الخبرة ونأخذ هذه النصيحة بقولنا بفعلنا، وتقدر تلك القيمة للأشخاص اللي كبروا بالسن واللي خاضوا تجارب كثيرة. دائما يقال بأنه الأجيال ممكن تكون متفاوتة وهناك فوارق كبيرة بتفكير الشباب عن تفكير كبار السن، وممكن اثنيناتهم يلتقون في بعض القضايا. عدم الالتقاء في بعض القضايا ما يعني أنه نقلل من خبرتهم ومن نصائحهم أو نسمعهم بعض الكلمات إلى أنه إحنا ما نحترم هذه النصيحة اللي تقدمونها أو قديمة أو فكركم قديم. هذه المصطلحات ممكن تجرحهم. نفس الدائرة ممكن راح تدور علينا وراح نتقدم بالعمر وراح تكون خبرتنا ونظرتنا للحياة أيضا راح تكون قديمة ومختلفة عن الجيل السابق. إذا دائما نتحدث عن البركة اللي هما في المنازل وفي المجتمع كبار السن، كيف نتعامل معهم في المجتمع؟ حقيقة هذا الموضوع لأنه مهم جدا ولأنه يلمس مجتمعنا وعاطفتنا. خلينا نتعرف على تعليقاتكم، وقبل ما نتعرف على تعليقات جولة للزميل ماجد الأسدي نشاهد به الاستطلاع من ثم لنا عودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول كيف تتعامل مع كبار السن في المجتمع؟ أقول أنا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. الحقيقة الكبير في السن تستطيع أن تتعامل معه من ناحية التدرج في العمر والأعمار الموجودة. الشيبة الكبير في السن علينا أن نتعامل عليه عن طريقتين. الطريقة الأولى أنه نأخذ بالاعتبار الشيبة والسن الذي هو مارس فيه على طول الزمن هذه التجربة في الحياة الاجتماعية التي أهلته أن يكون شنو محترم في الشارع من قبل الأصغر سنة منه. هذا يدل على أنه الشيبة لها حقيقة صلة وطيدة جدا في الأخلاق من قبل الكبيرين الصغيرين في السن، فبالإضافة ذلك هو قدوة في المجتمع، قدوة في هذه الحياة، قدوة في من خلال تجربته التي مارسها في الحياة. على الأصغر سنا أن يقتدون بأخلاق، يقتدون ويأخذون العبرة من المواعظ ومن التجارب التي خاضها في حياته التي تقدمت على طول هذه السنين. كبار حقيقة بالمجتمع هم حصيلة المجتمع وهم يعني ما يعتبر الخيمة لجميع الطبقات وجميع الأعمار، باعتبار هم الذين ضحوا وقدموا للمجتمع، ثم يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يكونوا كبار ثم يذهبون إلى دار حقهم. خصوصا في هذا الوقت الذي يعاني المجتمع من كثير من السلبيات، وبعد الدراسة والتدقيق في المجتمعات الغربية والإسلامية نلاحظ أنه هذه الفكرة التي طرحتموها أنها فكرة وجيهة وهي تعالج مسائل كثيرة. لا نريد أن نتعمق في الإجابة عن هذا السؤال، ولكن عند تطبيق المبادئ الإسلامية والعرف العام، العرف الإسلامي العام، فهو فيه مصلحة عامة للمجتمع، وخصوصا هذا السؤال الذي طرحتموه في التعامل مع كبار السن فيه مردودات إيجابية على المجتمع جميعا. حتى الآن صغار السن في المستقبل إن شاء الله هم يكونوا كبار السن وسوف يمرون بنفس المرحلة، فإذا تطبقنا هذه المبادئ اللي هي الإسلامية الذي أشار إليها الإسلام وحث عليها الإسلام كثيرا
وعمدة القوانين والأدلة الإسلامية والقرآن الكريم، فيسود الأمن والأمان والاحترام والسعادة المفقودة في بعض المجتمعات الغربية التي لا تتعامل مع هذا المبدأ. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. حياكم الله مجددا مشاهدينا، عدنا إليكم وفي حديثنا لهذا اليوم وسؤال التفاعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وقر ذا شيبة لشيبته آمنه الله من فزع يوم القيامة. كيف نتعامل مع كبار السن في المجتمع؟ هذا السؤال موجه لكم مشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية، وبالتأكيد كان هناك العديد من التعليقات نبدأ بقراءتها. وأول تعليق إن شاء الله راح يكون مع أم غفران: ترسل بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحاج عبد الكريم الخفاجي يقول: شكرا جزيلا لقناة كربلاء المقدسة على هذا السؤال الراقي، هذا السؤال مرتبط بالأخلاق والأخلاق هي أساس الإسلام. وأتحدث عن نفسي، فأنا أعتبر الكبير مدرسة متنقلة، فأجلس بين يدي الكبير أوقره وأخدمه، أنصت لكلامه وأستفيد من تجاربه وأضع نصب عيني الحديث الشريف: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أيضا هناك تعليق من علي هادي وحسين سامي الجعفر يقول: احترام المقابل واجب شرعي وأخلاقي، لا سيما كبير السن الذي يهبه الله شيبا فيزيده بها وقارا، عدا أولئك الذين يطردون هذا الوقار المهدى من الله تعالى بأفعالهم النكرة التي تمتلئ بالابتذال والإسفاف وما يشبه ذلك. تبجيلنا وتقديرنا لكبار السن واجب مفروض علينا شرعا وإنسانيا، كما أنهم أصحاب البلاغة والحكمة والخبرة الحياتية الطويلة التي عاشوها في حياتنا منذ عقود، جربوا ما يحلو ويطيب لهم وما يعكس ذلك. شكرا لحسين على هذا التعليق الملهم والمفيد جدا. نعم. يقول أنه كبار السن عندهم هواي تجارب، فلا بد أنه نأخذ منها. أحسنتم. أيضا زهرة الأمل تعلق وتقول: كبير السن هو بركة وخير في البيت، لذلك يجب علينا أن نتعامل معهم باحترام وبتقديركم أو تقديم كل ما يحتاجونه من مساعدة، لأن هذا القليل بحقهم. ربي يحفظ الأحياء منهم ويرحم الأموات بحق محمد وآل محمد. أحسنتم يا زهرة الأمل على هذا التعليق والمشاركة. أيضا من التعليقات الأخرى، عبد الزهرة أيضا يورد تعليقا يقول فيه: علمنا الإسلام احترام الكبير والعطف، رأى الحسن والحسين عليهما السلام شيخا لا يعرف الوضوء، فاهتديا إلى طريقة يعلمان فيها الشيخ الوضوء، توجها إلى الشيخ وقال الحسن: أخي يقول أنا أحسن منك وضوءا، وأنا أقول أنا أحسن منه وضوءا، فاحكم بيننا. فتقدم وتوضأ فأحسن الوضوء، وتقدم الحسين وتوضأ فأحسن الوضوء، وبهذه الطريقة علم الشيخ الوضوء دون أن يشعر، فأحسن إليهما الشيخ وشكرهما. من هذا المبدأ وطريقة التعامل للإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم مع كبار السن بدون أنه يجرحون مشاعر هذا الشيخ الكبير، مهم جدا أنه نتنبه إلى مثل هكذا كلمات، لأنه أكثر الشخصيات تكون رقيقة المشاعر هم كبار السن والطفل. نعم. ممكن البعض يستغرب، ولكن هذا بالفعل حقيقة، لأنه الطفل تجربته قليلة بالحياة، وممكن أنه مشاعر تنجرح من أقل كلمة. كبير السن كذلك، لأنه تعز عليه نفسه أنه وصل إلى مرحلة من هذا العمر من هذه التجارب. يأتي ممكن شاب صغير أو قليل الخبرة في الحياة، ممكن يجرحه بكلمة أو بأسلوب. نعم. كأنه ديهين كل حياته وكل تجاربه. نعم، أحسنتي سوزان. وبالإضافة إلى أنه أكو الأشخاص أسلوبهم يعني تصحيح المعلومة هو خطأ، يعني هو ممكن أنه دي صحح لش معلومة، بس الأسلوب جدا أنه مؤذي جارح، خصوصا أنه هو كبير بالسن، يعني مع احترامه ومع تقدمه بالعمر. أحسنتي. يحس أنه صعب عليه يتقبل من شخص صغير، ولو أنه يعني تواضع أنه أتقبل المعلومة، لكن لما تكون المعلومة طريقتها خاطئة. نعم. بالإيصال أكيد راح يكون الموضوع مؤذي. خلينا أيضا نقرأ تعليقات أم علي، تقول: أكن لهم كل الاحترام عملا بقول ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا.
زهرة الأمل تقول كبير السن بركة وخير بالبيت، لذلك يجب علينا أن نتعامل معهم باحترام وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدة، لأن هذا قليل بحقهم. ربي يحفظ الأحياء منهم ويرحم الأموات بحق محمد وآل محمد. نعم. وأيضا أم علي تقول نداري ونعطف عليه ونساعده بكل ما يحتاج. نعم. جميلة أيضا جداً. هناك تعليقات أخرى. أبو حسن أيضا يورد تعليق جميل، يقول يقولون لو خليت قلبت أكثر الشباب، من تنصحه بأن هذا الشيء خطأ يستهزئ من الكبير ولا يجعل لكلامه أي اعتبار؟ أيضا من التعليقات الأخرى أحمد السيد يورد تعليق لطيف وجميل، يقول هم البركة والمحنة والخير، إيش ما تقدم قليل بحقهم. ربي يحفظ كل شيبة مباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا هناك تعليق للحسين يجمعنا، يقول نتعامل معهم بود وباحترام. نعم. أيضا حسنين ناجي يقول يعني كل مسن أشوفه مثل ما أشوف أبي الله يرحمه. أحسنت، هي هاي النظرة الصحيحة اللي تعبر عن أنه أنا عندي رحمة في داخلي واحترام لوالدي. يوسف السعيدي أيضا يعلق، وأبو منذر، وأيضا بريف هارت يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يذكر هذه الآية القرآنية الكريمة. وأيضا هناك تعليق من زهرة الجاردينية تقول سلام عليكم، نتعامل وياهم بكل أدب واحترام، نساعدهم ونسمع كلامهم، هم الخير والبركة الله يحفظهم. فعلا هم الخير والبركة، وإن شاء الله دائما يكون لهم، نعرف شلون نخلي لهم مكانتهم الخاصة واحترامهم بالبيت. أحيانا الكثير من الأشخاص يتذمرون أنه هم يسولفون هواية، يمكن أنه يعيدون الكلام، هذا كله سماع كلامهم، الجلوس معهم خير وبركة. هذه الأجيال نشوف بهم يعني طفولتنا وماضينا، فكل هذه الأمور خلينا أنه نعوفها على صفحة، أنه الإزعاجات وكذا خلينا نركز على الجانب الجميل، دائما نباوع بالعين الحلوة لكل الأشخاص ولكل من حولنا، مو بس بذات هذا الموضوع. إذا مشاهدينا كانت هذه الدقائق الأخيرة من برنامج صباح كربلاء، ونشكر جزيل الشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج من كادر العمل خلف الكواليس والأستاذ المخرج حسام الضويهري وزميلتي التي ترافقني بالتقديم سوزان. شكرا جزيلا. تحياتنا لك. إذا مشاهدينا نستودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة مقبلة الأسبوع